رجحت وزارة المالية أن ترتفع تكلفة المعيشة بعد تطبيق الضريبة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. يعتمد إقرار ضريبة القيمة المضافة على العقارات على كونها تجارية أم سكنية، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة أي 5%. سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن ألا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد لمن يشترون ممتلكات خاصة بهم. ستخضع بوليصات التأمين، السيارات والصحة بشكل عام للضريبة، لكن ستتم معاملة التأمين على الحياة على أنه خدمة مالية معفاة من الضريبة. ستخضع الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم صريحة مقابلها للضريبة، فيما سيتم إعفاء المنتجات التي تعتمد على الهامش. سيتم معاملة المنتجات التمويلية الإسلامية ضريبياً بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دولياً والمقابلة لها. سيتم إعفاء العقارات السكنية، الأراضي الفضاء الخالية، النقل المحلي للركاب، توريد بعض الخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة. يجب على السياح أيضاً سداد ضريبة القيمة المضافة في نقاط البيع. سيتم فرض نسبة صفر ضريبة على فئات رئيسة من التوريدات، وهي الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون. المستهلك النهائي هو الذي يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة من العملاء لصالح الحكومة. تستحق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المشترى من الخارج، وإذا كان المستلم في الدولة شخص مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، يتم استحقاق الضريبة على ذلك الاستيراد باستخدام آلية الاحتساب العكسي. أما إذا كان المستلم في الدولة شخص غير مسجل، يتم دفع ضريبة القيمة المضافة على استيراد السلع من خارج دول مجلس التعاون قبل الإفراج عن السلع للشخص. سيفرض على الأعمال التصريح بوضوح على مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة، وسيتم توفيرها للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب عند شراء السلع والخدمات. سيتم تطبيق نظام يسمح لمواطني الإمارات غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع والخدمات المرتبطة بها بإنشاء مقر سكن جديد يستخدم لأغراض سكن الشخص وعائلته، ما يسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المصاريف كخدمات المهندسين والمقاولين ومواد البناء. أيمن مصبح، قناة الظفرة.